انتبه، هناك خطر. قلمي واكتب قصيدة. القلم والكتاب تلك هي الحرية. تعالوا تعالوا معي جميعا.
احمد. هلا، شو اخبار التمرين؟ يا جيد كالعاده. يا اي نعم، يعني مستعد للدوري؟ افا عليك ابو الوليد، افا عليك. بس انا احمد. تفضل تفضل. يعني بنسوي نتيجة السنة؟ أكيد ما نسوي نتيجة، بنسوي 100% وبتشوف. يا شنو عيال؟ يا أخي الدوري مهم. طبعاً أكيد. إلى أقامت إحدى الجمعيات الخيرية جردن للأميين في البحر. أحمد؟ خير، شندك؟ انت متى بتتعلم القراءه والكتابه؟ ايش قراءتي وايش كتابتي؟ الله يهداك، والله ما عندك سالفه. يبا انا حم ودا ما اعرف اقرا اسمي واكتبه، هذه اصلا كفايه؟ لا طبعا مو بكفايه. يا صل على النبي، في هناك شيء اهم من معرفه قراءه اسمك بس. يا يبا انا اصلا مو مقصر اني شيء كلش. اولا ان انا لاعب مشهور زين، وثاني شيء ان النادي مو مقصر علي في اي شيء، معطيني كل التسهيلات ولا مخليني احتاج حق اي شيء زين. وثاني شيء بقول لك، تعال انا الحين بلعب بريلي وراسي، والله بلعب بالورقه والقلم اللي اقول عنهم انت. يا زين روح زين، افا عليك. اللعب يا احمد مو بكل شيء. افرض انك صرت عضو في مؤتمر رياضي او انك حضرت حفله تكريم، شلون يا احمد بتواجه الناس وانت ما عندك القدره ولا الثقافه اللازمه؟ مين قايل لك؟ مين قايل لك يا ابو الوليد؟ أنا ممكن أواجه كل واحد، كفاية شهرتي. انتبه، هناك خطأ أيها اللاعب. الرياضة ليست كل شيء، فهنالك أمور أهم مكملة للرياضة، ألا وهي الثقافة. وبما أنك لاعب مشهور فحتما ستمثل بلدك في الخارج، ولكي تظهر بالصورة المشرفة يجب أن تكون على قدر من الثقافة. وأول خطوات الثقافة هي القراءة والكتابة، فأنت لن تمثل بلدك بالرياضة فقط، وإنما بالعلم والمعرفة الثقافية. وسأريك الآن لو مثلت بلدك في أحد المؤتمرات في الخارج ما الذي سيحدث. أرحب بكم في اجتماعنا الأول. أعتقد أن أسماء السادة المرشحين بالنسبة للجنة موجودين. أي نعم. يبقى ممكن تقراهم عشان نتعرف ببعض. السيد يوسف رئيس اللجنة العليا، السيد أحمد سكرتير اللجنة، السيد عبد الله أمين السر. والآن تفضل السكرتير بقراءة النقاط التي ستناقشها اللجنة بالنسبة للدورة القادمة. يلا يا احمد اقرا النقاط عشان نبدا النقاش. ما تقرا يا احمد. أعتقد الأخ أحمد تعبان، فممكن أنا أقرب النيابة عنه. اقرأ يا الجاهل. للأسف ما تعرفش تقرأ، جاهل. فشلتنا، ما تعرف تقرأ جاهل. أه
لا فيك يا أحمد؟ لا لا ما فيني شيء. لا قل لي وين ممكن أتعلم القراءة والكتابة هذه اللي أقول عنها؟ في أقرب مركز من مراكز محو الأمية. إيه بس هذه ما يتعارض مع أوقات التمارين؟ لا 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 ما يعارض، وحتى لو عارض أنت ممكن تتعلم أولا وبعدين عندك وقت وايد علشان اللعب والتمارين. المهم يا أحمد أنك تكون رياضي مثقف مو برياضي جاهل. إيه صح صح إيه والله خوش. تعالوا تعالوا